خلال دراسته اللي استعانت بوليد سليمان استعان به في مباراة القمة بشكل أساسي، ده من خلال الصفحة الرسمية لسوبر كورة على فيسبوك، ودي كلها تكهنات بالمناسبة يا جماعة. زي ما حضراتكم عارفين طبعا كل ما بتقرب على الماتش فالكل دايما بيقرأ أو بيقيس مستويات اللاعبين على مدار الفترة اللي فاتت، فبالتالي تقدر تستنتج مين اللي هيلعب مين مش هيلعب. طبعا وليد سليمان يعني آخر مباراتين كان بينزل الشوط الثاني وكان بيأدي بشكل ممتاز، بما فيهم المباراة الأخيرة أمام أسوان أحرز الهدف الثاني بشكل مميز. فطبعا قيمة وليد سليمان كبيرة ومعروفة للجميع، ولاعب إضافة سواء فنية أو قيادية داخل الملعب إن شاء الله ممكن يستفاد منها مستر رينيه فايلر، لكن هيستفاد منها كأساسي ولا كاحتياطي في الشوط الثاني ينزل مثلا، ده اللي هنشوفه خلال المباراة، كلها اجتهادات وتوقعات. طيب الصفحة